دايما الذهب كان رمز للثراء والأمان. على مر العصور الناس لجأت للذهب في أوقات عدم الاستقرار، لما الاقتصاد يهتز أو العالم يكون على حافة الهوية. الذهب بيحافظ على قيمته، بيكون زي المرسل الآمن في وسط العاصفة. والنهاردة الحقيقة القديمة دي لسه موجودة، بنشوفها في عناوين الأخبار وبنحس بيها في جيوبنا. العالم بيواجه تحديات كبيرة، من حروب لغلاء أسعار، والناس بتدور على الاستقرار. علشان كده الذهب بيلمع أكتر من أي وقت مضى. في مصر سعر الذهب وصل لأعلى مستوى ليه على الإطلاق، وده مش مجرد اتجاه عالمي، في عوامل محلية بتلعب دور كبير. من أهم العوامل دي قلة المعروض من الذهب في السوق المصري. الطلب بيزيد عن المعروض وده بيرفع الأسعار. عامل تاني هو تصرفات التجار. لما بيشوفوا ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، كتير منهم بيحتفظوا بالذهب اللي عندهم على أمل تحقيق أرباح أعلى، والمضاربة دي بتقلل المعروض أكتر وبتزيد النار اشتعالاً. الشرق الأوسط منطقة معروفة بتقلباتها، والأحداث الأخيرة زادت من حالة عدم اليقين. الصراع الدائر بين إسرائيل وغزة أرسل موجات صدمة في المنطقة وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية المستثمرين بيلجأوا للأصول الآمنة زي الذهب، والصراع الحالي مش استثناء. عدم اليقين المحيط بالموقف بيرفع الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد المخاطر المحتملة. الوضع في مصر والشرق الأوسط جزء من اتجاه عالمي أكبر. في جميع أنحاء العالم البنوك المركزية بتشتري الذهب بمعدلات غير مسبوقة، وده بيدل على عدم الثقة في العملات التقليدية والرغبة في تنويع الاحتياطيات. وفي نفس الوقت الطلب من المستثمرين الأفراد بيزيد هو كمان. التضخم بيزيد من تآكل قيمة المدخرات، والذهب بيوفر وسيلة محتملة للتحوط ضد ارتفاع الأسعار، وده بيخلق عاصفة مثالية لارتفاع أسعار الذهب. المحور الخامس، مهمة الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق التوازن. بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي لأمريكا، بيلعب دور حاسم في الاقتصاد العالمي. تأسس في عام 1713، ومنذ ذلك الحين أصبح له تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. قراراته بشأن أسعار الفائدة ليها تأثير كبير على الأسواق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سوق الذهب. عندما يقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أو خفض أسعار الفائدة، تتأثر الأسواق المالية بشكل مباشر. لما بنك الاحتياطي الفيدرالي بيرفع أسعار الفائدة، بيصبح الاحتفاظ بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية، وده ممكن يقلل من جاذبية الذهب. ارتفاع أسعار الفائدة يعني إن العائد على الأصول المالية بالدولار يصبح أعلى، مما يجعل الدولار أكثر قوة. على العكس، لو بنك الاحتياطي الفيدرالي حافظ على أسعار الفائدة منخفضة أو أشار إلى إمكانية إيقاف رفعها، ده ممكن يعزز من جاذبية الذهب كملجأ آمن. الذهب يعتبر ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة يبحث المستثمرون عن أصول بديلة مثل الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم. الاحتياطي الفيدرالي يواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. قراراته تؤثر على الاقتصاد العالمي، مما يجعل دوره حيوي في الحفاظ على الاستقرار المالي. المحور السادس، غيوم عدم اليقين الانتخابية تلوح في الأفق. الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة بتضيف طبقاً أخرى من عدم اليقين على المشهد العالمي. الانتخابات بطبيعتها أحداث غير مؤكدة، ونتيجتها ممكن يكون لها آثار كبيرة على السياسات الاقتصادية وثقة السوق. عدم اليقين المحيط بالانتخابات وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد ممكن يدفع المستثمرين للبحث عن استقرار الذهب، وده ممكن يدفع سعره للارتفاع بشكل أكبر في الشهور القادمة. المحور السابع، مستقبل الذهب. ماذا نتوقع؟
التنبؤ بمستقبل أي سوق وخاصة سوق متقلب زي سوق الذهب هو مهمة صعبة، ومع ذلك في عدة عوامل بتشير إلى أن موجة صعود الذهب قد لا تكون انتهت بعد. التوترات الجيوسياسية لسه عالية، والتضخم مستمر، والبنوك المركزية مستمرة في شراء الذهب إلى عوامل دي، بالإضافة لإمكانية حدوث المزيد من التقلبات في السوق، بتشير إلى أن الذهب ممكن يفضل أصل مرغوب فيه للمستثمرين اللي بيدوروا على الأمان والاستقرار. المحور الثامن، الاستثمار في أوقات عدم اليقين. في الأوقات دي اللي مليانة بعدم اليقين، من المهم جداً يكون عندك استراتيجية استثمار سليمة. التنويع هو المفتاح. لما الأسواق تكون متقلبة، التنويع بيساعدك تقلل المخاطر. ما تحطش كل البيض في سلة واحدة. التنويع يعني توزيع استثماراتك على مجموعة متنوعة من الأصول. فكر في مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات، ونعم حتى الذهب. الأسهم ممكن تكون متقلبة، لكن على المدى الطويل بتوفر عوائد جيدة. الذهب ما ينفعش يكون هو استثمارك الوحيد، لكنه ممكن يكون جزء قيم من محفظة استثمارية متوازنة. السندات بتوفر دخل ثابت ومستقر، وبتكون أقل تقلباً من الأسهم، ممكن يكون وسيلة للتحوط ضد التضخم، ويوفر الاستقرار أثناء فترات الانكماش الاقتصادي. في النهاية، الهدف هو تحقيق توازن بين المخاطر والعوائد، وضمان استقرار محفظتك الاستثمارية في جميع الأوقات. المحور التاسع الخاتمة، ركوب الموجة الذهبية. سوق الذهب سوق معقد، بيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية والإقليمية والعالمية. من بين هذه العوامل، العرض والطلب يلعبان دوراً كبيراً، من نقص المعروض في مصر إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وسياسات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. كل هذه العوامل تتداخل لتؤثر على سعر الذهب. في قوى كتير بتدفع سعر الذهب للارتفاع. الطلب على الذهب كملاذ آمن بيزيد في الأوقات اللي فيها عدم استقرار اقتصادي، وإحنا بنعيش في الأوقات دي اللي مليانة بعدم اليقين. الناس بتدور على استثمارات آمنة، والذهب بيكون الخيار الأول. جاذبية الذهب كأصل آمن لسه قوية. المستثمرين بيشوفوا فيه حماية ضد التضخم وتقلبات السوق. لسه مش معروف إذا كانت الموجة الذهبية دي هتكمل ولا لا، لكن في دلائل بتشير لاستمرار الطلب على الذهب. لكن في حاجة واحدة واضحة، من المرجح أن الذهب هيستمر في التألق على الساحة العالمية لسنوات قادمة، سواء كان للاستثمار أو كجزء من الاحتياطيات الوطنية. الذهب دايماً هيكون له مكاناً خاصة.